Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه الحصة بديلة عن حصة اليوم الاثنين الساعة 10، طبعا لظرف معين، يعني مش كل حصة بدنا نبدل أونلاين، لا، فقط الحصة هاي كانت. موضوع اليوم مهم جدا، وهو البولر كوردينيت سيستم. We use coordinates to indicate positions with respect to the frame of reference. يعني بنستخدم coordinate system لتعيين موضع نقطة ما بالنسبة لمحاور معينة. بالنسبة للكارتيزيان طبعا نستخدم محورين X axis Y axis، فبنقول زوج ثلاثة أربعة، النقطة ثلاثة أربعة، يعني الإكس ثلاثة الواي أربعة. شو يعني الإكس ثلاثة؟ الأحداث السيني إلها ثلاثة، يعني بعد عن الصادات ثلاثة، ولليمين أربعة هي الصادات، قيمة الصاد بتاعت النقطة أربعة، يعني بعد عن محور السينات أربعة وهي للأعلى. إذن هون في اصطلاح لإشارة الزائد وإشارة الناقص. الزائد تعني لليمين أو للأعلى بالكارتيزيان طبعا، والسالب تعني يا لليسار أو لتحت. طيب،
في البولر كوردينيت سيستم راح نستخدم شعاع بنسميه بولر اكسس. غالبا هذا الشعاع ينطبق مع محور السينات الموجب، لأن احنا تعودنا على الاكس واي اكس اللي اسمه الكارتيزيان كوردينيتس. فالبولر اكسس الاو هاي بسموها بول قطب، تنطبق مع الاوريجن، وهذا ينطبق مع محور السينات. في عندي كل نقطة لها إحداثيين R، أو أول إشي R أهلين رنيم، رنيم يا رنيم، الصوت والصورة واضحات؟ طيب إذا قلنا البولر كوردينيت سيستم يستند إلى شعاع بسموه بولر أكسس، وطرف الشعاع بسموها البول. وغالبا هذول شو اسمه البولر اكسس ينطبق مع محور السينات الموجب، والاو اللي البول تنطبق مع الاوريجن تاع الكارتيزيان كوردينيتس. كل نقطه لها احداثيين ار وثيتا، طبعا غالبا بنكتبهم احنا بكابيتال لتر. وين راحت الكابيتال لتر؟ هون سمول لتر تعني ايش؟ اكس واي، هاي الاكس وهي الواي، هاي بسميها ار وثيتا في البولر. الار ترمز لبعد النقطة عن الاوريجن او عن البول، هاي الار. الثيتا هي الزاوية اللي بمشيها شعاع محور السينات حتى ينطبق على الشعاع بتاعك المار بالنقطة، هاي الثيتا. إذا مشيت عكس عقارب الساعة، شعاع هذا شايفينه هذا الشعاع حتى ينطبق على هذا الشعاع. إذا مشيت عكس عقارب الساعة فالثيتا موجبة. إذا مشيت مع عقارب الساعة لتحت فالثيتا سالبة. فالثيتا سالبة. طيب. هاي الار ثيتا بين قوسين كبار، هاي ترمز للبولر. طيب اعطانا نقطتين R وثيتا، قولوا الار ثلاثة والثيتا باي على اثنين، برسم الباي على اثنين عكس عقارب الساعة لأنها موجبة. هلأ إذا مشيت على الشعاع هذا الار موجبة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. إذا مشيت على العكسي شعاع العكسي فالار سالبة، الار سالبة. يعني هون الثيتا 45 بس الار ناقص واحد، الثيتا 45 بس الار ناقص اثنين ناقص ثلاث، وهكذا. طب هاي النقطة اللي الار بتاعتها ناقص واحد والثيتا 45 ممكن اجيها بطريقة ثانية، ممكن اسحب 45 واضيف عليها 180. اذا ممكن اسميها واحد او اثنين
وثيتا زائد ايش؟ باي. إذن كل نقطة إلى أكثر من إحداثي. أكثر من إحداث. فالآر ثيتا زائد باي هي نفس النقطة ناقص آر ثيتا. هذا الكلام مش موجود بالكارتيزيان، خلي بالك. أيضا ممكن لف دورة كاملة، برجع لنفس النقطة. إذا R ثيتا هي نفسها R ثيتا زائد 2 باي، وهي نفسها R مع ثيتا زائد 4 باي and so on. إذا في البولر النقطة لا تمتلك يونيك ريبريزنتيشن، وإنما إلى أكثر من إحداثيات. هاي بشكل عام ممكن تمشي كذا دورة صحيحة. طبعا في نقطة بالنسبة للأوريجين زي جسمه هاي القطب، في القطب الساعات كلها متساوية، يعني لو قلت لي ساعة 2 بقول لك صح، قلت لي ساعة 3 بقول لك أيضا صح. هاي في القطب. هون ثيتا 45 45 45 45، هون ثيتا 90 90 90 90. إذا نقطة الأوريجين تتميز بأنه الآر صفر والثيتا ممكن تكون أي شيء صح. هاي نقطة الأوريجين. لهذا السبب إذا بدنا نشوف تقاطع تو بولر كيرفز، شو بسوي؟ بسوي معادلاتهم مع بعض. هذا مش كافي، مش كافي. ثم بنظر هل الأوريجين تقع على المنحنى الأول؟ بجوز تقع بالأوريجين تساوي 0 و45 درجة. بالمناسبة الثيتا يجب أن تكون بالريديان، يعني بتقول باي على 4 مش 45. طيب بشوف المنحنى الثاني، هل الأوريجين تقع عليه؟ يعني إمتى الآر بتاعته صفر؟ تطلع صفر لما تصير تساوي قديش؟ 90 مثلا، باي 2. إذا الأوريجين هي نقطة تقاطع للمنحنيين بس تحت أسماء مختلفة، تحت أسماء مختلفة. هلا علاقة الكارتيزان مع البولر. لو اجت نقطة عندي احداثية الكارتيزان اكس واي والبولر ار ثيتا، نفس النقطة، ما هي علاقة الار والثيتا مع الاكس واي؟ يعني اذا عرفت احداهما بدي اعرف الثانية، اي معناها؟ طيب برسم الرسمة، وين راحت هي؟ هي اكس واي في الكارتيزيان تعني هاي اكس وهاي واي. ار زيتا في البولر بقواس كبيرة تعني هاي الار وهي الزاوية ثيتا. طيب صار عندي مثلث قائم الزاوية، شو العلاقة بيناتهم؟ العلاقة اكس تساوي ار كوساين ثيتا والواي تساوي ار ساين ثيتا. هاي علاقة اكس واي مع ار ثيتا. طيب الار شو بتساوي؟ ار تربيع تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. حتى هون نفتح المجال للار تساوي زائد ناقص 4 مثلا، يعني ار تربيع تساوي 16، هذا لا يعطينا ار تساوي بس 4، لا، ممكن 4 او ناقص 4. طيب الثيتا شو هي؟ الثيتا هي الزاوية اللي تانها واي على اكس، يعني تان انفرس واي على اكس. بس بدي انتبه، هي هل هي بالربع الاول، بالربع الثاني، الثالث، الرابع؟ فهي المعادلة تان ثيتا تساوي تان انفرس واي على اكس.
طيب شرط الاكس طبعا ايش؟ ما تساوي صفر. Find the rectangular coordinate of the point with polar coordinates كذا كذا. هو معطيني البولر كوردينت للنقطة B. الار ناقص 2 والثيتا باي على 3. طيب بدي امشي باي على 3. باي على 3 قديش؟ يعني 60 درجة. بمشي 60، هاي 60. إذا مشيت هيك الار موجبة. بس شو أعطاني هو؟ الار ناقص 2. إذا لازم أمشي إيش؟ على امتداد الشعاع هون. هون النقطة. واضح؟ هاي النقطة. الآر ناقص 2 والثيتا باي على 3. طيب. القانون إكس تساوي آر كوساين ثيتا، واي تساوي آر ساين ثيتا. عوض بيطلع إكس ناقص 1 والواي ناقص جذر 3. إذا إحداثية النقطة هي ناقص 1 ناقص جذر 3. إذا لتحويل من كارتيزيان الى بولر او العكس بدي استخدم هاي العلاقات. هاي واحده. الثانيه اكس تساوي ار كوساين ثيتا، واي تساوي ار ساين ثيتا. طيب find all possible polar coordinates for the point P that has rectangular. هالمره هاي اعطاني الريكتانجولر. لاحظوا اقواس صغيره. البولر اقواسها كبيره. طيب هون قال لي الاكس ناقص 2 والواي 2 جذر 3. يعني في الربع ايش؟ اكس ناقص 2 الربع الثاني. في الربع الثاني فالثيتا منفرجه والار موجبه في الحاله. طيب ار تربيع تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع، ربع هاي وربع هاي واجمع 16. اذا الار يا اما زائد 4 او ناقص 4. هذا بيعتمد على مين؟ على الثيتا اللي انت بدك تكتبها. اذا حطيت الار 4 وي هاف 4 كوسان ثيتا تساوي ناقص 2 و4 سان ثيتا تساوي كذا، وبالتالي كوسان ثيتا ناقص نص وسان ثيتا تساوي جذر 3 على 2. يعني الثيتا بتطلع قديش؟ 2 باي على 3. وبشكل عام 2 باي على 3 ويجوز ان اضيف دورات كامله 2n باي، والان عدد صحيح موجب او سالب تفرقش، دوره كامله. اذا البولر كوردينتس للنقطه بي هي ار تساوي 4 هيها والثيتا 2 باي على 3 زائد 2n باي. والان عدد صحيح، يعني ما بدك تكتب 2 زائد ناقص 2 ان باي، لا زائد 2 ان باي وير ان از انتجر. هيا اذا اخذت الار ناقص 4 وهذا جائز تفسير ثاني للنقطه، بحط مره ثانيه للتعبير. طبعا الار ثيتا هي نفسها ناقص ار زائد ثيتا زائد باي، وبتطلع معنا بالطريقه هاي. طيب here are some simple sets of specified coordinates كذا كذا. ار تساوي اي تمثل دائره مركزها نقطه الاصل. Find an equation polar coordinates for the hyperbola x تربيع ناقص y تربيع. كيف بدي احول معادلة الكيرف من كارتيزيان إلى بولر؟ بسيطة. بحط الإكس آر كوساين ثيتا والواي آر ساين ثيتا، بصير بولر، بصير معادلة الكيرف في البولر سيستم. إذا آر تربيع كوساين تربيع ناقص آر تربيع ساين تربيع يساوي إيه تربيع. طلع الار تربيع مشترك بصير كوسان تربيع ناقص سان تربيع، وكوسان تربيع ناقص سان تربيع قانون ضعف الزاويه بقول لي كوساين 2 ثيتا.
إذن R تربيع كوسين 2 ثيتا تساوي A تربيع تمثل هايبربولا في البولر. هاي رسمت هايبربولا. طيب show the other equation R تساوي كذا كذا represent a circle. طيب اضرب الطرفين في R كأني ما سويت إشي، بس لما اضرب في R بصير R تربيع هي X تربيع زائد Y تربيع. R كوسين زيتا هي الإكس، فإذا تتحول المعادلة من بولر إلى كارتيزيان إكس تربيع زد واي تربيع زد من إكس. أكمل المربع بصير بالطريقة هاي، وبالأخير بصير هيك. هاي معادلة الدائرة مركزها النقطة إكس تساوي A والواي صفر ونص قطرها A. هيها هاي رسمة ايش؟ الار تساوي 2 اي كوساين ثيتا. هاي بالمناسبة لاحقا راح نسميها ايش؟ بيتل روز، روز وردة. وردة بورقة واحدة. معامل كوساين ثيتا. الثيتا شو قدامها هون؟ واحد. إذا بسموها 1 بيتل روز. يعني روز بورقة واحدة اللي هي دائرة. قد تكون على محور السينات وقد تكون على محور الصادات. Test the curve R تربيع يساوي كوسين 2 ثيتا for symmetry. طبعا لا symmetry، بدنا نشوف اذا حطينا حل ثيتا ناقص ثيتا وطلعت نفس ال R بتكون symmetry. هاي ثيتا وهون ناقص ثيتا، بيكون التماثل حول محور السينات أو حول البول. طيب بدال الثيتا ناقص، بنعرف إنه كوسين الناقص ثيتا هو كوسين الثيتا. يعني هذا بده يكون سيمتري حول مين؟ محور السينات. اللي فوق محور السينات زي اللي تحته. هاي معناته. اوكي هذا الرسمه ار تربيع تساوي كوساين 2 ثيتا بسموها لمنسكيت. لمنسكيت واللمنسكيت السيمتري حول شو اسمه محور السينات زي ما انتم شايفين، وايضا حول محور الصادات. يعني اللي على اليمين هو نفسه اللي على اليسار. طيب الكلام ذو شجون. كيرف سكتشنج، بدنا نرسم رسمات. هلا اي رسمه ار تساوي اي في واحد زائد كوسين ثيتا بسموهم كارديويد، رسمه القلب. هاي واحده تنتين ثلاثه اربعه، هذول كلهم اسمهم كارديويد. المعادله العامه هي ار تساوي اي في واحد زائد كوسين ثيتا، أو A في واحد زائد ساين، أو A في واحد ناقص كوساين، أو R تساوي A، R تساوي A في واحد ناقص ساين ثيتا. هدول أنواع الكارديويدز. خلي بالك مش تقول لي كوساين 2 ثيتا، تختلف كليا. حتى لو حطيت هون اثنين قدامها بتبطل تصير كارديويد. حتى لو حطيت هون اثنين بتبطل تصير كارديويد. واضح؟ طيب افرض اعطاني هاي، اي نوع من الكارديويد عندي؟ عندي اربعه. هلا بشوف الفرع الرئيسي مين اكبر قيمه لار؟ واحد زائد كوسين ثيتا الماكسيمم بتاعه متى بتصير؟ عندما كوسين ثيتا تساوي صفر، آسف، عندما ثيتا تساوي صفر.
بصير الكوساين واحد أكبر قيمة. إذن الآر ماكسيمم تحصل 3 في 1 زائد 1 يعني 6 عندما ثيتا تساوي صفر. فهذا الفرع الرئيسي قيمته 6 وحدات لما ثيتا تساوي صفر. وبكمل القلب هون ثيتا صفر. هلا لما ثيتا 90 كوساين 90 صفر بصير عندي 3 ب 1 3 هيها. فلاحظ إذا مشيت ثيتا من صفر للتسعين الكوساين بصغر من واحد إلى صفر، يعني النقطة بتقرب عمين على الأوريجين. كمل، متى بضب على الأوريجين؟ هاي إمتى بتساوي صفر؟ لما كوساين ثيتا ناقص واحد، يعني ثيتا باي. إذا هذا المنعم بخش على نقطة الأصل عندما ثيتا تساوي باي. هاي مهمة جدا إنك تتبع وضع المنحنى لحدود التكامل، بدك إياها لوين؟ للأريا، للأريا مهمة جدا. ولاحقا بجوز لمين؟ لطول المنحنى. بهمك طول من فين لفين؟ لو اجاني ار تساوي 3 في 1 زائد ساين، وين الماكسيمم هون؟ الماكسيمم بتصير لما ساين ثيتا تساوي 1. الساين ثيتا تساوي 1 يعني ثيتا 90 درجة. 90 لما تحط الثيتا 90 بصير ساين 90 واحد، وواحد 2 في 3 6 6. لما الثيتا قديش قلنا؟ 90. هيا حط الثيتا 90، هيا ثيتا 90 الار قديش؟ 6. طيب لما ثيتا صفر الار تساوي 3، هيا ساين صفر صفر، واحد واحد في ثلاث ثلاث، هيا ثلاث. اذا لما ثيتا تكبر من صفر لتسعين الساين يكبر من صفر لوين؟ لواحد. وبالتالي الار تكبر من ثلاثة لوين؟ لستة. ستة. طيب متى بخش على نقطة الاصل؟ لما ساين ثيتا تساوي ناقص واحد. ومتى ساين ثيتا تساوي ناقص واحد؟ عندما ثيتا تساوي ناقص 90. ناقص 90. إذن الحركة بتاعتك هون ثيتا ناقص 90 وبتكبر بتكبر، هون بتصير صفر وبتكبر بتكبر بتصير هون 90. طبعا عند التماثل هون حول محور ايش؟ الصادات. ار ثيتا تساوي ار باي ناقص ثيتا. عوضها ساين ثيتا هي نفسها ساين باي ناقص ثيتا. وهذا ايش؟ جسمه تماثل حول محور الصادات. هذا ايضا بالمثل تماثل حول محور الصادات، ولكن الفرع الرئيسي الطويل امتى؟ لما ساين ثيتا ناقص واحد. امتى الساين ناقص واحد؟ عندما ثيتا ناقص 90. اذا هون ثيتا ناقص 90 الساين بصير ناقص واحد في ناقص زائد واحد، وواحد 2 في 3 6. الار 6 هون، وكل ما كبرنا بالثيتا بتلاحظ هون الساين ثيتا ماله الار بتوصل 3، ثم بتخش على نقطة الاصل عندما ثيتا تساوي 90. واحد ناقص واحد صفر. إذن حدود التكامل هون ثيتا صفر وبتكبر بتكبر ثيتا حتى توصل ل 90. طبعا هون سيمتري حول محور الصادات. هون بالعكس السيمتري حول وين؟ محور السينات. فهذول كلهم بسموهم كارديويدز.
وشكل العام زي ما قلت لك R تساوي A في 1 زائد ناقص كوساين ثيتا أو ساين ثيتا. طبعا لو كانت الـ A سالبة، خلي بالك أنا حطيت الـ A موجبة، بصير هذا مقلوب، يعني هاي بصير هون وهاي بصير هون، واضح؟ على اليمين بصير على الشمال وعلى الشمال بصير على اليمين. هون حاطط إيجاد تقاطع منحنيين قطبيين نساوي معادلاتهما معا ثم نساوي R لكل منهما حتى نستوضح هل نقطة الأصل تقع على أحدهما أو كلاهما أو لا. للتوضيح نشوف بيج 2. أنا معطيك مثال، وين المثال راح؟ وينك يا مثال؟ صفحة 2. هاي جت تقاطع المنحنيين هدول، هاي كارديود وهاي كارديود، هاي سي 1 وهاي سي 2. على الرسم واضح انه في عندي قديش؟ ثلاث نقاط تقاطع. هلا اذا سويناهم مع بعض ار 1 تساوي ار 2 وحلينا المعادله بيطلع كوسان ثيتا صفر. شو الزاويه اللي كوسانها صفر؟ 90 وناقص 90. فبيبين عندي ايش؟ طبعا اذا حطيت 90 او ناقص 90 بصير الار تساوي A. اذا هون بين معي ايش؟ نقطتين فس، هاي وهاي. الاوريجن ما بين، ليش؟ ما الاوريجن نقطة تقاطع بس تقع على المنحنى الاول تحت اسم ار صفر وثيتا صفر. خلي بالك، ايوه صفر صفر تحقق معادلة الأول، لا تحقق معادلة الثاني، واضح؟ لأنه صفر صفر لا أكثر من مسمى. طيب على المنحنى الثاني نقطة الأوريجن أو البول تقع تحت مسمى آر صفر والثيتا باي. هيا حط الثيتا باي، كوسان الباي ناقص واحد وواحد صفر، إذا آر تساوي صفر. إذا الأوريجن يقع على الأول وعلى الثاني، وبالتالي الأوريجن يعتبر نقطة تقاطع ثالثة، واضح؟ فدائما الأوريجن ما بتقدر تحسبه عن طريق التقاطعات، لأنه ميزته الآر صفر، ولكن الثيتا ممكن تكون أي شيء. طيب في نوع ثاني من الرسومات مهمة طبعا، اللي بسموهم البيتلز أو روز، الورد، الورد بيتلز الوريقات بتاعت الوردة. طيب في عندي حالتين، خليني أعطيك إياها من آخريتها. إذا الأن أود أو الأن إيفن اللي معامل مين؟ هي R تساوي A كوسين أن ثيتا، هاي شكلها او هاي شكلها، هاي روز وهاي روز، تعتمد على الان بتاعتك. اذا كانت الان ايفن شكل، واذا كانت الان اود شكل ثاني. في حاله الاود الروز لها نفس عدد الان من الوريقات، يعني لو جيت وقلت لك ثلاثه كوسان ثيتا كم ورقه لها؟ الا ورقه واحده. هاي ايضا روز بورقه واحده، معامل الثيتا اللي قدامه مباشره. هون ار تساوي كذا كوساين ثلاث ثيتا، فالان تساوي ثلاثه، اذا هاي روز كم ورده لها؟ ثلاثه. اي ثلاثه. الفرع الرئيسي هون وين الماكسيمم بتاعت هاي؟ الماكسيمم بحصل لما ثيتا تساوي صفر. إذا لما ثيتا تساوي صفر
عند الار شو بساوي؟ اربعه. هيو الفرع الرئيسي الاول رسمته. كم ورقه عندي؟ قلنا ثلاث ورقات. طيب الورقات بدها تتوزع بانتظام على قديش؟ على 360 درجه. 360 درجه بدها تحوي ثلاث ورقات، اذا بين الورقه والثانيه بكون 120 درجه. اذا برسم بضيف لهي 120، بضيف لها كمان 120، بيطلع عندك ايش؟ الفروع الرئيسيه لمين؟ للوريقات الثلاثه. برسم ورقه هون وورقه هون وورقه هون. طبعا تتبع الهاي اذا الثيتا صفر اي نقطه بتكبر بتكبر حتى الثيتا تصل لقديش؟ للباي على 6. باي على 6 قديش؟ 180 على 6 30. 30 في 3 قديش؟ 90. كوسان ال 90 صفر. اذا بتخش على الاوريجن عندما ثيتا تساوي باي على 6. افرض حط لك هون فاصله الثيتا بين الصفر والباي على 6 فقط، برسم له وين هاي بس الجزء هذا بس، ما برسم الورده كلها، بعتمد على انو حدود بحط لك اياها. طيب اذا كملت باي على 30 وشويه 31 بتصير الار سالبه، اذا بنخش وين؟ هون. بعدين نطلع ثلاثة هون، بعدين أربعة هون، بعدين خمسة هون، طبعا على حسب توزيع الثيتا، والستة هون بتضب وين؟ على نقطة هاي. إذا كانت رسمتها ساين ثلاثة ثيتا فإمتى هاي بتكون ماكسيمم؟ لما الزاوية هاي كلها 90، صاين 90 واحد اعلى شيء. طيب 3 ثيتا تساوي 90، اذا الثيتا الواحده قديش؟ 30. اذا الفرع الرئيسي اول واحد على ثيتا تساوي 30. طيب حددته. هلا كم ورقه عندي؟ ثلاث ورقات فردي. فبين الواحده والثانيه 120، فهي الثيتا بتاعتها 30 ضيف 120 بصير 150 الورقة الثانية، ضيف كمان 120 بصير 270 الورقة الثالثة. وأيضا برسمها لما ثيتا تساوي صفر الآر صفر، بتكبر 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 حتى تصل إيش؟ أبعد إشي. هاي رقم واحد، ثم هاي رقم اثنين، ثم هاي رقم ثلاثة، ثم أربعة، ثم خمسة، ثم ستة. فبكون هاي رسمة إيش؟ الروز كاملة. انتبه جيدا إذا قال لك الثيتا بين باي على اثنين وباي على أربعة، باي على باي، معناته ما بده الوردة كاملة، بده جزء منها. أنه جزء هذا ولا هذا ولا بدك ترسم؟ في حالة الزوجي معامل الثيتا اللي جوا زوجي اثنين، هون ايضا روز ولكن بتضاعف عدد الوريقات، يعني هون الان تساوي اثنين ضعفها بصير اربعة، اذا هاي فور ليفز بيتل، يعني روز لها اربع وريقات سلفا. طيب الفرع الرئيسي لما تصير هاي ماكسيمم، امتى بتصير ماكسيمم؟ لما الثيتا صفر. كوسان الصفر دي واحد، هيا طبعا هاي واحد في ثلاثة بثلاثة، هيا اذا حط الثيتا صفر بصير ار تساوي ثلاثة. هلا كبرها متى بتخش الاوريجن؟ هاي امتى اول صفر الها؟ لما توزيت قديش؟ 90. توزيت 90 يعني الثيتا قديش؟ 45. اذا على ال 45 درجه بتخش على وين؟ على
الاوريجن هي لما بدي اجي اعوض حدود التكامل بعوض من 3-0 الى 45 مش ل 90 غلط. بدك تتبع المنحنى ثم بيجي على 2 وعلى 3 بعدين 4 5 6 7 8 وهكذا. واضح؟ هاي بالنسبة لمين؟ حالة الزوجي يجب أن تضاعف عدد الوريقات زيها زي هون 3 سنتي 2 ثيتا برضو. هاي روز بكم اسمه هاي معامل الثيتا المباشر 2 زوجي. إذا بضاعف العدد هذا بصير 4. إذا بالفردي ما بتضاعف، بالزوجي بتضاعف. بتنتبه للفرع الرئيسي. وين الفرع الرئيسي؟ لما 2 θ 90 درجة صحن 90 1 2 θ 90 إذا ثيتا 45 على 45 أول فرع رئيسي للورقة الأولى هاي 45. تبدأ من الصفر أكبر إشي عندما 45 ثم بترجع رجوع وهكذا وهكذا. لاحظ هون التماثل بتاعك حول السينات وأيضا حول الصادات. هذا في حالة الزوجة. في حالة الساين، في حالة الكوساين طلعوا هون وين راح الكوساين، أيضا تماثل حول وين؟ حول السينات وحول إيش؟ الصادات. هاي ساين 4 θ الأربعة زوجي إذا روز بديش بثمانية بيتلز ثمان وريقات فأنت ارسمها في الدار سلة فيها. طيب هلا فيما يتعلق بالنسبة للمساعة، كان زمان يقول لي يضحك علي اوجد الاريا للريجن اندر ذا كيرف واي سو ابوف اكس ايوه بتوين اكس او اي واكس او بي اي اكس او اي واكس او بي وهذا واي تساوي 0. شو صار الريجن بتاعك؟ لاحظ هون الاكس اندبندنت الواي ديبندنت. هون الديبندنت يساوي 0 الديبندنت معادلة منحنى. وهون الاكس الاندبندنت بين A و B. إذا بدي أترجمها لهون شو بصير الريجن؟ C اللي هي بالبولر R تساوي F of theta منحنى ما. هون الثيتا اندبندنت الـ R ديبندنت. طيب محل الواي صفر بصير عندي ار صفر هيا. وهون اكس تساوي اي واكس تساوي بي بصير ثيتا تساوي اي ثيتا تساوي بي. فبيطلع مين؟ هاي الريجن اللي بدي اوجد مساحتها. المساحه تساوي القانون نص ار تربيع دي ثيتا والثيتا من اي الى بي فيها تكامل. على القانون وين راح القانون؟ ايوه بناخذ قطاع صغير هاي ار هاي الار زائد دلتا ار. ولكن لما تكون الثيتا صغيره هذول بيكونوا قريبين على بعض. اذا بقربها لمساحه قطاع دائري. قديش مساحه القطاع الدائري؟ نص نوقف تربيع ح والها الزاوية المركزية دي ثيتا. هاي الثيتا الأصلية هاي دي ثيتا. هاي دي تساوي كذا كذا كامل الطرفين بيطلع عندك ايش؟ الجواب. طيب مثال واحد بدي مساحة الكارديويد هذا. على القانون ممكن تشكفه شقف صغيرة صغيرة كله ينطلق من نقطة الأصل. خلي بالك كله ينطلق من نقطة الأصل وكل شكفة قديش؟ نص آر تربيع دي ثيتا. بعوض عن آر بمعادلة المنحنى
ايه في 1 زائد كوسانت كل تربيع. الثيتا تمشي من الصفر هون باي على 2 بس بحصل على مين؟ على الشكل هاي ليست النص، خلي بالك هاي اكبر من النص. بكمل الثيتا قديش؟ متى بخش؟ عند الباي هيا. فهذا التكامل يمثل وين؟ مساحة الجزء العلوي. بعد ما احسبه بضربه في 2، وين راحت؟ انا ضربه في 2 من الاصل، لانه هذا زي هذا بضربه في 2، فبطلع عندي بالاخير، طبعا بطلع عندي قانون بدك تكامل 2 كوساين، سهل التكاملها. الكوساين تربيع بدك تحولها لقانون ضعف الزاويه، وبالاخير بطلع 3 انصاف باي اي تربيع. هاي القانون كارديوي بشكل عام. تنيجي للبتل، البتل ار تساوي ايه كوساين 2 ان ثيتا، هاي زوجيه. اذا قديش عدد الوريقات؟ 4 ان. بدك تضاعف العدد هذا 4 ان. هاي شو بتشكل؟ تشكل نص الورقة. كم نص عندي في الوردة؟ عندي 8 انصاف. 8 انصاف، اذا بالاخير بضرب فيه 8 نص. هاي الار تربيع دي ثيتا، الثيتا بتمشي من فين لفين؟ هون الثيتا صفر، وبتكبر بتكبر حتى توصل قديش؟ هاي بتخش على 90 لانه هاي كوساين. قسمها بيطلع ثيتا تساوي باي على 4 ان، هاي باي على 4 ان. بكامل وبطلع عند الاريا تساوي اي تربيع باي على 16 ان. هاي الشكفه الصغيره اللي بالاخير بضربها في قديش؟ في 8 ان. Since we have even petal 2 ان، so our leaves are 4 ان، والتوتال اريا بدك تضرب في 4 ان في 2 بيطلع نص اي تربيع باي. هذا قانون في حالة الايفن بتل. في حالة الاود ار تساوي اي كوساين اود في ثيتا، ساعتها كم وردة عندك؟ كم ورقة؟ 2 ان بلس 1، نفس العدد، ما بتضربه في 2، ولكن هاي تمثل نص الورقة. اذا بدي اضرب في 2 حتى احسب على ورقة كاملة، بعدين في 2 ان بلس 1. حدود التكامل الثيتا 1 0، متى بدخل للزيرو هون؟ كوساين 2 ان بلس 1 ثيتا تساوي باي على 2، لانه جت 90 صفر، وبحل المعادله بيطلع ثيتا تساوي باي على ايش؟ 2 في 2 ان بلس 1. ظبطها وكامل، بعدين اضرب الجواب في كذا كذا زي ما قلت قبل شوي، بيطلع اي تربيع باي على 4 على 4. اللي قبل كانت اي تربيع باي على ايه؟ على 2 في حاله الزوجي. لاحظ لاحظ في حاله الزوجي عدد الورقات تكبر ولكن حجم الورقة بصغر. حجم الورقة لأنه هذا بده يتوزع لمين؟ على 2 ان، للورقة الواحدة. هون اي تربيع باي على 4 توزع على مين؟ فقط على 2 ان بلس 1. واضح؟ فرجاء بتحلوا جميع مسائل المساحات، يعني حصة يوم الثلاثاء بكمل على البولر سكتش حكيناها. طبعا ار تساوي ثيتا، ار تساوي ثيتا، ما واحد يقول والله خط مستقيم، لا بدك تعوض. الار صفر ثيتا صفر، الزيتا باي على 2 باي على 4، الار باي على 4، وهكذا وهكذا وهكذا. هون الزيتا 90
بايع اثنين، إذن آر بايع اثنين، وهكذا وهكذا، فبيطلع شكل حلزوني، شكل حلزوني آر تساوي ثيتا. طبعا هو رسم لك ثيتا بين صفر واثنين باي فقط، يعني ما بصير أكملها، فقط برسم الفرع هذا بس بوقف. إذا فتحها يعني خلى ثيتا مفتوحة هون، فبكمل الرسمة، واضح؟ بكمل الرسمة. طبعا هاي نادر ما نرسمها، إذا حطينا ثيتا على محور السينات والآر على محور الصادات، واضح؟ هاي رسمة اثنين، آر تساوي واحد ناقص اثنين كوسان ثيتا، بدي أرسم له إياه في البولر سيستم. خلي بالك هاي اثنين لو ما فيش هون كانت كارديويد، واحد ناقص كوسان ثيتا رسمة كارديويد قلب كامل، أما حط لي اثنين خلق لي مشكلة. طلعوا شو صار، برسمها، حط الثيتا صفر، بسوي جدول، لما الثيتا صفر كوسان صفر واحد، بصير واحد ناقص اثنين ناقص واحد، إذا الثيتا صفر. وين الثيتا صفر؟ هاي البولر اكسس، الثيتا صفر هيك، الار قديش؟ ناقص واحد، اذا بمشي لليسار، هي هاي نقطة الاوريجن بالمناسبة، هون ار ناقص واحد، الثيتا صفر. هلا كبر، حط الثيتا 60، وين الستين؟ هاي الستين هيك، لما ثيتا 60 كوسان 60 نص في 2 1، 1 ناقص 1 0. إذن عندما ثيتا 60 بيطلع الآر 0، هاي بتخش هون، إذن هاي إحدى ثيتا الأوريجن، الآر 0 والثيتا باي على 3، باي على 3، ما واحد يقول لي باي على اثنين، لا غلط. طيب كمل التعويض، عند الباي كوسان الباي ناقص واحد، في ناقص اثنين، اثنين وواحد ثلاثة، إذن لما الثيتا باي، أيوه الباي محور السينات السالب، الآر ثلاثة، من هون شايفين هاي لهون ثلاث وحدات، من هون لهون ثلاث وحدات، وبكمل بكمل بكمل. لاحظ هاي الثيتا فقط بين الصفر والباي على ايه؟ ثلاث فقط الجزء السالب، ثم بكمل الثيتا باي، ثم بكمل، ثم بكمل، هاي تكملتها نهائية، هاي الرسمة كاملة، آر تساوي واحد ناقص اثنين كوسان ثيتا. طبعا مش كل واحدة إلها اسم، مش كل واحدة إلها ايش اسم. طيب هاي روز، لا هاي روز مبلا روز، هاي هاي اللي بتضاعف العدد. لاحظ هون الثيتا بين الصفر والثلاثة على باي على أربعة، ما رسم لي الرسمة كلها، فقط حدد لي إياها بس، واضح؟ فإذا أعطاك الثيتا بين كذا وكذا لا ترسم أكثر من المطلوب. طيب هاي روز، واحد زائد ساين، واحد ناقص كوسان، هاي اعطيتك اياها قبل شوي برسمتي انا، هاي السيركل برضه روز بون ليف، هاي برضه بعض الرسومات، هاي بعض الرسومات لمنسكيت بسموها، هاي حكيناها قبل شوي، لمنسكيت ار تساوي اي ساين 2 ثيتا او كوساين 2 ثيتا،
واحدة هيك واحدة هيك. لاحظ هاي نقطة مهمة، بقول لك امتى بتخش الار تساوي صفر؟ هيا لما ثيتا تساوي باي على ايش؟ على اثنين او باي على ثلاث. فلاحظ هون ماخذ لك الان اود، ماخذ لك الان ايفن، هون عدد البيتلز الوريقات اثنين ان، بتضاعف العدد. اذا كانت الان اود بضل نفس العدد من الوريقات. وهي حكينا على الانترسكشن للبولر كير، قلنا بنسوي الار مع الار واضافي، بشوف الاوريجن هل يقع على الاول ولا لا، تحت اي مسمى بنحط الار صفر. هل يقع على الثاني الاوريجن؟ بنحط الار صفر بالثاني وبنطلع الثيتا. مش مهم الثيتا قد الثيتا، اذا طلعت الاوريجن على الاول وعلى الثاني معناته الاوريجن نقطه تقاطع تحت مسميات مختلفة. هاي حليناها أيضا. هيا هاي الأريا حكيناها قبل شوي. Calculate the area enclosed by the cardioid. طبعا أنا رسمت لك، طلعت لك الأريا بشكل عام، واضح؟ فبتقدر تطبق عليها هون. مسوي لك اياها زي حبه الفاصوليا، هو رسمه قلب. لو انه ما فيش تنسيق مع بعض، لا شو اسمه، دورت لك القلب هذا حول محور السينات وقلت لك طلع حجم القلب الحقيقي، لان هاي مسطح من قلب، يعني بسموه كارديويد ولكنه مش قلب، وانما قطع من قلب. واضح؟ القلب دوره على محور السينات، بيطلع عندك حجم قلب او مساحه سطح قلب، بس انا ما بدي اعطيكم اياها. ليه؟ لانه في تنسيق بين الشعب، فما بدي احملك اكثر من طاقتك، مع انه بستفيد اكثر. رنيم في سؤال اشي اسئلة؟ رنيم رنيم يا رنيم، ولا شكلك نايمة يا بنت او بتحضري مسلسل. ولا هي هون، ولا هي هون. طيب طبعا بنضلنا ملزقين في البولر لحصة يوم الأربعاء. إذا كنت فاهم الحصة هاي معناته الأربعاء بتكون ممتاز. هذا الكارديويد مش داخل، مش الكارديويد يا رب، السنترويد مش داخل مع انه مهم، بس ما بدي اعطيك اياه. السنترويد مش الكارديويد، لا الكارديويد منحنى، اما بقول على السنترويد اكس بار واي بار، هذول رجاء نحلهم كلهم. إذن نراكم الحصة القادمة بإذنه تعالى، طبعا وجاهي الحصة القادمة وجاهي يوم الأربعاء، بس رجاء تحضر الفيديو حتى على الأقل تعرف عن إيش بدي أشرح. في شغلة ثانية اللي أظن طول المنحنى في البولر، طول المنحنى في البولر أعتقد ما بعرف إذا داخله ولا مش داخله، ولكن قانونها بسيط جدا اللي هو تكامل جذر ار تربيع زائد دي ار على دي ثيتا، الكل تربيع دي ثيتا. ففي احتمال بالوجاهي اعطيكم بعض التطبيقات، يعني نحسب
طول منحنى في البولر لمنحنى أو اثنين بس، تطبيقات بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.